الزمالك، وكشف مصدر داخل نادي الزمالك ان محمود علاء مدافع الفريق فتح خطوط اتصال مع بعض وكلاء اللعيبه من اجل وجود اي عرض في الخليج عشان يكون بيرحل عن نادي الزمالك في الفتره اللي جايه. بعد يمكن اتكلمنا في بدايه الحلقه عن محمود علاء وعن فكره هجوم الجماهير عليه بعد مباراه الوداد، وان ابتدى محمود علاء يشوف طريق تاني او ابتدى يتكلم مع الوكلاء عشان يكون بيخرج من نادي الزمالك في نهايه الموسم. وكان رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور وقع عقوبه 200,000 جنيه على اللاعب بعد طبعا اساءته لجماهير نادي الزمالك اللي حضرت مباراه الوداد المغربي. مش هنتكلم تاني في موضوع محمود علي، يمكن فتحناه في بداية الحلقة، ولكن أتمنى أنه يكون مدرك بشكل كبير جدا كل اللي حاصل، وبنتمنى له أولا وأخيرا التوفيق سواء مع نادي الزمالك أو لو هيخوض تجربة احترافية جديدة في أي دوري من الدوريات. حين الخبر اللي معايا هو